السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب خمسة جويلية حيث أنه فيه صور جديدة، واللي على ضوء هذه الصور يعني نطلق على الموضوع تاع الأرضية تاع الميدان اللي راهي حاليا أشغال على قدم وساق لتهيئة الأرضية هذه حسب يعني المقاييس تاع الكاف، لأنه تقرر أن الفرق الجزائرية اللي عندها منافسات قارية مثل شبيبة القبائل واتحاد العاصمة وشباب بلكور، هذه الفرق الثلاث سوف تستقبل المنافسين تاع البطولات الإفريقية في هذا الملعب تاع 5 جويلية، لأنه الملعب تاع براقي ولا تاع نيلسون مانديلا سوف يرتاح لمدة أكثر من شهرين بسبب يعني اللي يعطى الوقت للأرضية تاع ميدان تاع براقي باش تعاود تروجينيري تعاود تكبر تسقم هنا بسبب كثرة المقابلات اللي جرات في الأرضية هذيك. إذن المهم الملعب تاع نيلسون مانديلا راه مغلق لمدة شهرين، وفي هذه المرحلة الفرق الجزائرية سوف تستقبل في ملعب الخمسة جويلية، واللي راح قام كما قلنا الأرضية راهي قيد يعني التحضير. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.